وحول هذه الأوضاع ينضم إلينا من دبي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الله العوضي. مساء الخير دكتور عبد الله. وبداية دكتور، يعني وزير الخارجية الأمريكي حمل طهران مسؤولية معاناة شعوب العالم بسبب الإرهاب، متزامنا مع تقارير المخابرات الألمانية عن تزايد هجماتها الإلكترونية على الشركات والمؤسسات البحثية الألمانية. كيف تقرأ ذلك؟ أولا أعتقد أن إيران تهرب إلى الأمام وتبحث لها عن مخرج في أوروبا. نعم. ولكن يبدو أن الأوروبيين بعد نشر مثل هذه المعلومات على رأسهم ألمانيا أدركت بأن هذا الهجوم يراد من ورائه ليذ الذراع الألمانية للوقوف مع إيران في الاتفاق النووي الذي انسل وخرج منه ترامب في الأيام الأخيرة. نعم. وهذا هو الأوضح في هذه الفترة. وأيضا الأمر الآخر أن إيران كلما ضاقت عليها السبل في الداخل وضاق عليها الخناق في الداخل تهرب إلى الخارج لتصدر من جديد الثورة كما أعلن عنها خاميني قبل أيام أمام الطلبة في أحد الجامعات، أن الالتزام بالثورة ومواصلة الحالة الثورية هو الحل الوحيد لبقاء النظام الإيراني، في حين أن هناك كل القرارات الدولية والعالمية على رأسها في أمريكا تريد أن تضيق الخناق على هذا النظام حتى تعود إلى موقعه السابق والصحيح وليس ممارسة النفوذ خار العابر للحدود. نعم. طيب دكتور عبد الله، يعني في ظل الاستياء الشعبي الواسع بسبب تعثر الاقتصاد الإيراني وتراجع العملة واحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة صارمة مع استمرار التظاهرات اليومية، كيف ترى السيناريوهات القادمة فيما يتعلق بمستقبل هذا النظام؟ أول سيناريو هو الوضع، تفاقم الوضع الداخلي. لو رجعنا إلى إيران قبل 40 سنة الذي غير الأوضاع في إيران تفاقم الوضع الداخلي. نعم. نفس الوضع ممكن يتكرر والتاريخ هكذا. يعني إذا النظام الإيراني لم يعد لكي يقود الدولة أو الحكومة بصورة طبيعية مثل أي دولة اعتبارية في العالم فإنها ستدفع الثمن من الداخل وليس من الخارج. نعم. والاقتصاد أحد أقوى العوامل في ذلك. اليوم الاقتصاد الإيراني بيد مجموعة من المؤسسات على رأسها الحرس الثوري، ثلاثة أرباع الميزانية الإيرانية للحرس الثوري وليس للجيش حتى. نعم. وكذلك يعني بعض التجار المتحكمين في البازار الإيراني. الأمر الآخر، الرأس النظام يدفع المليارات، المرشد يدفع المليارات هكذا لممارسة النفوذ في سوريا والعراق ولبنان واليمن وما إلى ذلك. مليارات الدولارات تصرف من هذا، وهذه المليارات وحق الشعب الإيراني. الأمر الآخر أن هناك إجحاف العنصر الفارسي في إيران أقلية 35%، و65 بقية الإيرانيين لا ينالون حظا من هذه الثروات. إيران تملك مئات الثروات من الغاز ومن النفط ومن المواد الزراعية ومن أشياء كثيرة لمن يريد أن يحصيها، كل هذه تذهب إلى غير أماكنها. نعم. لكي تمارس هذا العمل الثوري خارج إطار الحدود. نعم. من دبي الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الله العوضي، شكرا جزيلا لك.